في كل حضرتك اللي انت نفسك فيه موجود. انا بحاول ان انا اجمع كل الاذواق عندي. يعني لو عايزه الذهبي برضه موجود عندي، عايزه اللي هو الكلاسيك موجود عندي، عايزه المودرن موجود عندي، عايزه حاجه جامعه بين الاثنين برضه موجود عندي. اللي انت عايزاه موجود حضرتك. الشغل الهايل اللي مفيش خلاف عليه بجد. انا منبهره من ساعه ما دخلت المكان هنا. بصوا شياكه الحاجات وشياكه الشغل والتفاصيل كلها، ومش عارفه ايه اللي انا مسكتها في ايدي دي، بس هي حلوه قوي كده فاهمه. انا عايزه اقول لكم احنا الدور كامل هنا صالونات، وفي كمان انترهات، وفي معرض تاني معاهم برده، في برده شغل الانترهات. بصوا بقى يا بنات، في هنا شغل وفي شغل وفي. بصوا انا مش عايزاكم تفوتوا الفيديو النهارده، لان الفيديو بجد فيه كل الحاجات دي بالتفصيل، بالاسعار، بايه نازل معاه ترابيزه ايه، واللي نازل معاه ترابيزتين زي الطقم ده مثلا، بكل التفاصيل بكل الالوان. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. الموديل ده بصوا ده بقى نظامه، اليد بتاعته الخشب دي كده اسمها ايه؟ قوايم. دي اليدات بتاعته، ده كله زي زين. دي حاجه غير الانتريه. ده صالون. بالظبط. احنا دلوقتي يا بنات بنشوف الصالونات، انا هفصل لكم الانترهات عن الصالون بالزبط. علشان تشوفوا براحتكم اللي انتوا عايزينه. بالظبط. بس ده صالون، ده كل ده طبعا ده زيت. كل الشغل ده ميداوي. بص حضرتك كل ده، كل زي ما انت شايف كده، كل ده زيت. تمام. كل ده زيت. دي حاجه محترمه جدا. ما شاء الله بجد، اللهم بارك يا بنات. الشغل حلو قوي، واللمسه بتاعتهم فيه حلوه. يعني الظهر برده هنا كابوتونيت. بالظبط. تمام. وفي ناس بتحب يبقى الخشب باين في الصالون ظاهر قوي، فهو واضح هنا ما شاء الله، سواء في اليد او في الظهر. الخدديات بتاعته بصوا، وعاملين ميكس بين الالوان علشان تمشي مع بعضها بكل تفاصيله، ما شاء الله تحفه حلوه قوي. برده دي الكنبه الاثنين، في منه الكنبه الثلاثه والكرسيين، وفي الكرسيين بتوعه حلوين جدا بصراحه، حلوين تحفه. ما سالتيش دي، ما يعني جايه لها اهو اللي عامله زي البومبو دي تحفه. بصوا يا بنات، دي حاجه اسمها البانكيت، او دي قطع زياده مع الصالون، بحيث لو الدنيا عندك المساحه عندك واسعه، ده يقدر اللي هو يفرش المساحه معاكي، وفي نفس الوقت ما تحتاجيش تعملي ليفنج او الكلام ده كله. تمام. ده جميل جدا. يعني هو ده ميزه مع الطقم ده، ان هو المساحه. احنا لو حبينا ناخد الطقم ده زي ما هو ونزود اتنين باف عليه،
مفيش مشكله في على اساس فعلا فكره مشكلة. ان احنا نشيل الانتريه ونحط صالون بحاجات اكتر، فالفكره بالزبط. حلوه بصراحه عجبتني. ده الشغل الجديد اللي هو نازل 6 قطع و7 قطع ده شغال معايا كويس. خلينا متفقين ان كل الصالونات بينزل معاها الترابيزه بتاعتها، ترابيزه بالرخامه البرتغالي. الرخامه البرتغالي ايوه بالزبط. لان يعني طبعا غير رخام الجلاله والكلام ده كله دي حاجه اعلى مستوى منه بكتير. القطعه دي لو المساحه عندك المساحه ضيقه ممكن يشيل دي من ثمن الطقم نفسه. تمام. يعني لو انت الزبون عاجب دي بس ديك ملهاش مكان ممكن نشيلها من الطقم نفسه بكام؟ ونشيل له سعرها منه. الطقم نفسه بكام بقى؟ كله على بعضه عشان هنعرف بعد كده من غير. تمام. بصي هو الطقم كله عامل 12500 جنيه. تمام. صالون ب 12500. دي طبعا احنا كنا بنتكلم في 17 و18 بالظبط. ده صالون، يعني انا بقول له صالون عشان الصالونات معروف ان هي سعرها بالزبط. طالع. كنت واخد برضه نفس الديزاين بتاع الكنب نفسه من قدام. بص عليكم من قدام كده هتلاقي كل ده من هنا كده كله زي وش البنكيت عندي انا. تمام. بص يا بنات شغل القبض فيني برضه هنا بجد حلو قوي ما شاء الله. وهي من الجنب هنا كمان فيها دي معموله خياطات بنسميها خياطه تحفه حلوه، بس اللي هي تدي ديكور برضو مع على اساس لو اتحطت في مكان فاضي هتبقى باينه سواء من الزاويه دي او باينه حلوه. طيب احنا قلنا سعرها 12500. تمام. من غير بقى من غير البنكيت هنشيل 1500. هنشيل يعني كام؟ 1500 هيبقى عامل 11 بالظبط كده. طيب تمام ما شاء الله حلو قوي. برضو يا بنات الالوان تقدري تغيري فيها زي ما انت عايزه خالص. طبعا. والخامات مش هتكلم تاني على الخامات ما شاء الله بتتكلم عن نفسها. والخشب الكلام ده بس لا ما تنساش الشغل هي بتتكلم عن نفسها. احنا تعبنا من السلم مش هنشيل كمان. حلو قوي كده. ده نجاره وسفنج محترم. ده سفنج أيوة. وفايبر كله حاجه 10 على 10. تعالوا بنفسكم شوفوا كل كلمه بنقولها احنا صادقين جدا فيها، اسعارنا صادقين جدا فيها، عروضنا مش بتخلص من المعرض ده. لسه في كذا فيديو ان شاء الله لان الشغل محتاج سلسله فيديوهات من هنا ما شاء الله اللهم بارك. يعني في حاجه هنشوف كمان. اتفضل تعالي هنشوف كمان يا بنات الطقم ده. اتفضلي معايا. ده طقم بونبونيه كده ده حاجه يعني ده حاجه الشكل. لسه جديده لسه جميله جدا. ده ماتيريال محترم وموديل يعني مش نمطي، حاجه جديده ومميزه يعني. تمام. ده عباره عن برده 2 كنبه. ادي كنبه 3. تمام. ودي كنبه 2 اهي. الظهر كابوتونيه يا بنات بالظبط. وبعدين الكرسي احنا خلفين الكراسي شويه عن الكنب بحيث يبقى ده فاتح وده يرمك يرد على بعضه بمعنى اصح. لا وفي رسمه كمان على الكرسي تحس ان انت غيرت في الموديل خالص. نقله ثانيه خالص بس برده عامل ميكس مع بعضه. انا عامل الخداديات ما شاء الله عكس الكنب والكراسي. يعني هنا الكنب البومبو بتاعنا بالظبط. ده واخد كافيه، الخداديه واخده كشمير بحيث ان هي تبقى واكله مع الكراسي نفسها. ومعاه ايه كمان بقى؟ دول بقى الطقم ده احنا عاملين له قطعتين دول زياده بحيث لو جالك ضيوف زياده يبقى ده معاكي. ده حاجه محترمه جدا للناس اللي المساحات عندهم مش هتساعد. بدل ما هتجيبي ترابيزات للركن ممكن تحطي دي في الركن ولما تيجي الضيوف تقدري تطلعي. في ناس بياخدوهم دول كديكور في مدخل شقه مثلا. ايوه بالظبط. يدوا مثلا ديزاين حاجه جميله جدا. بالظبط. فكره حلوه قوي يا بنات. وبرده الترابيزه موجوده كل الصالونات الترابيزات موجوده. الصالون معروف ان هو الترابيزه مفيش فيها كده. تمام. طيب بكام بقى الطقم الحلو ده؟ بص حضرتك هو الطقم ده عامل 12000 جنيه. تمام. دي نحنا؟ دي كنتوا. ايه ده كنت مستنيه. ما شاء الله هو حلو برضه. اللي هيجي برضه انا زي ما قلت لحضرتك اللي هيجي برضه هنعمل معاه واجب في الحاجه بالزبط. كلها. تمام. بس طب لو ما خدناش الشقه كلها خدنا اوضتين. هنظبط برضه الواجب. انا عايزه مستنيه كده بالظبط. لا دي بتبقى مفاجاه بقى. ما تنسوش تقولوا يا بنات ان انتوا جايين تبع قناه شيماء الجوهر عشان تاخدوا بالاسعار اللي موجوده في الفيديو يجيب لكم من الاخر. كمان يا بنات الصالون اللي معانا دوت بصوا بقى هنا لون جديد وتصميم جديد وفكره جديده وبرضه قطع زياده. لا قطعتين. قطعتين مش قطعة. لازم نبقى دقيقين يا جماعة في كلامنا. بالظبط. بصوا اللون ده جنزاري. ده اللون الجنزاري يعتبر الجنزاري والكشمير هم الموضة السنة دي. حتى في الملابس في أي حاجة طالعة فلازم يخش معانا في الموبيليا نفسها. طبعا. وطبعا البيج لما بندخله في حاجة عشان البيج بيمشي بالزبط. على أي لون وبيهدي الدنيا. بالظبط. الطقم ده عبارة عن 2 كنبة بس مش كرسيين، نازل ب4 كراسي. بصوا يعني يا بنات ادي كنبه 3 وكنبه 2 كنبه 3 وكنبه 2 كرسيين. ده الطبيعي بتاع اي طقم. كرسيين ايوه. دول ما شاء الله شكلهم تحفه اصلا. ده جميل جدا. بصوا الكرسي عامل ازاي ودرجه الذهبي بتاعته مش الذهبي بتاع زمان. لا خالص. ده بنسميه البودره او مطرق. بس ان هو مطرق وبياخد ورق ذهب العالي بتاعه حاجه لمسه بسيطه جدا بحيث ان هو بحيث مدي شياكه. ايوه بالظبط. وبعدين القماشه دي بنسميها جوبلان تركي. ما انا كنت عايزه اقول لك دي اسمها ايه لان هي فعلا تشبه الجوبلان جدا. دي جوبلان تركي. بص حلو قوي. ده كل ده سفنج. بص حضرتك كده ده كل ده سفنج.
اه ده حاجه محترمه جدا. تمام. وبعدين ده زان احمر روماني. تمام. ده انضف انواع الزي. بصوا هنا بقى يا بنات ده الزياده. بصوا احنا عاملين هناك القعده الجبلان هنا احنا عكسنا. تمام. وبعدين الكرسيين دول مساحه الكرسي حلوه. هو كرسي المساحه القعده العاديه بتاعت اي طاقه. لا ده الكراسي زياده مساحتها حلوه. هي مساحتها زي اي كرسي. لا 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 ده احنا واخدين راحتنا برده. لا لا دي برده هتنفع لو المكان عند حضرتك في الفرش عايز. ده جميل جدا. وبعدين لو انت برده المساحه ضيقه وعايزه تستغني عن دول بنشيلهم لك برده ونقسم تمنها. يعني تمام. دي برده متاح لينا يعني. تمام. دي او دي زي ما انت عايزه. تمام ما شاء الله. بصوا يا بنات بعد اذنك الكنبه هنا ما شاء الله يعني كابوتوني. يعني برضو لو انت عندك المساحه ان الجنب يبان الحاجات دي انتوا بقيتوا تهتموا بتفاصيل احنا ما كناش بنبص لها اصلا. لازم كل حاجه تتعمل على اعلى مستوى. ده لو اتحط في مكان مفتوح يدي ديكور معايا بالظبط. بصوا يعني هنا خياطه ده الشكل بتاع الكنبه. لا من الجنب كمان الكابوتوني مع الخشب ما شاء الله اللهم بارك تحفه. كل والترابيزه كمان بتاعتها مختلفه عن الترابيزات الثانيه. دي حاجه محترمه. والرخامه برضو اللي عليها رخامه برتغالي. ما شاء الله تحفه يا بنات بجد. طيب ايه بقى؟ بص حضرتك هو الطقم كله على بعضه كده ده عامل 14,000. تمام. ده كله لمتابعين القناه. تمام. انا بتكلم في الطقم ده في 18 19 و20. بس انا يعني انا بحاول انا معاك ده علشان كمان في قطعه زياده. ده 14,000 بالقطعتين الزياده. تمام. لو هم عايزين يشيلوا القطعتين هيتشال 1,500 زي الثاني 1,500 بالظبط. تمام. تمام. لان الكرسيين الاساسي برده بيبقوا هم اساسي مع الطقم. دايما اللي يجي بيشيل واللي يشيل يدوق مش هشيل. عشان طبعا لا دول بالظبط دول هيبقوا اغلى شويه. تمام. فلو كده هنشيل دول هشيل 1,500. تمام. تمام. ده حاجه محترمه وحاجه نظيفه جدا. العميل يجي يلاقي كل الذوق اللي هو عايزه. اللي عايز مودرن يلاقي، اللي عايز كلاسيك يلاقي، اللي عايز حاجه جامعه بين الاثنين برضو يلاقي. فاهم ازاي؟ بحيث ان هو يلاقي كل حاجه متوفره معايا. ده جوبلين برضو. ده جوبلين برضو. بصوا يا بنات بجد فكره الجوبلين حلوه قوي في التفاصيل بتاعه الصالون. بصوا الخدوديه بتاعته حاجه كده مسكره بجد تحفه. والخشب والفينش والدنيا والتفاصيل بجد. والقعده مساحتها قد ايه اللي هو انت عامله حاجه محترمه تقعد معاكي وتعيش سنين. خامات قماش، خامات خشب، خامات فينش. هنا كمان دي مختلفه معاها ترابيزتين صح؟ دي اتنين ترابيزه. انا حسيت كده دي خارجه من الترابيزه مع بعض يعني. وفي نفس الوقت ممكن تتحكمي فيها لو جه ضيوف اي حد تبقى دي قدام ضيف. ايوه تتقرب من الضيف. فكرتها جميله جدا. في نفس الوقت ممكن انت تجمعيها. تمام ما شاء الله تحفه جدا جدا يا بنات اللهم بارك. بصوا الكنبه بتاعته عامله ازاي. ده واخد لون شامبيه يعني. احنا دايما بنشوف الشامبيه في اوضه النوم ده لون لؤلؤي كده. ما هو الشامبيه اللؤلؤي زي ما احنا قلنا في الدهانات بياخد البرونز. تمام. ده جميل جدا. بصوا هنا البونبونيه بتاعتنا كبرت شويه يعني. هناك كانت اصغر. هنا البونبونيه بتاعتنا كبرت شويه. كل حاجه على حسب تقسيمتها او حسب. بصوا بجد تفاصيل يعني انا مش عايزه افوت حاجه. الفرنش نفسها ملونه يعني كل فتله كده لون تحس ان انت ايه. لا عايزه تمسكي كل حاجه تتفرجي عليها. دي نجاره وخامه وتشطيب بجد والله فعلا. انا يعني مش عايزه اسيب حاجه غير لما اتكلم عليها. الحاجه اللي هي ابسط حاجه تعتبر الخدوديه لغايه اكبر حاجه اللي هي القطعه نفسها. لان انا مش عايزه افوت حاجه. عايزه ادي كل قطعه حقها. دي كنبه 3 ودي كنبه 2 وده الاثنين في تي بتوعها. برضه الخامات مش هنسى اتكلم عليها لان الخامات ما شاء الله اللهم بارك تحفه. بص حضرتك الكرسي ده الكرسي من ورا نفسه معمول كابوتينيه كده. بحيث ان هو لو اتحط في مكان ينفع كده يعني. انتوا مخبيينه بالكرسي ورا ما اشوفوش عشان المساحه عندي انا بس والله مش اكتر. دي سهله دي بتتحط. ده يدي ديكور برضه مع الايه مع المكان لو المكان واسع عند حضرتك. ما شاء الله تحفه. برضه يا بنات هنا مريحه. هي هنا في فايبر بالظبط لكن هو ما شاء الله تحت ماسك نفسه. انا حسيت لازم طبقه الفايبر عشان القعده تبقى القعده ما تبقاش ناشفه ما شاء الله. انا عايزه ارفع بس هرفع كل دي. بصوا يا بنات ده حضرتك من الاسوس ده. الاسوس عندك انت. بصوا بص حضرتك الفايبر فوق وبعد كده اللي هو السفنج ده الفايبر وده السفنج. اقطع وافتح براحتك. لا 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 اسال ما اعرفكم احنا مالنا. الست اللي انت عايزاه احنا اللي نعمله لك يا ست. بص يا بنات ما شاء الله بجد. ده هنا قايم اهوت. هنا في كمان واحد اهوت. دول قوايم العراض بتوع الكنبه. وبعد كده كل الشريط اللي انا اتكلمنا عليه شريط اصلي مش المضروب. ان شاء الله بجد تحفه بجد اللهم بارك. الشغل كل قطعه احلى من الثانيه. وفرحانه ان انا وصلت للمكان ده لان فعلا المكان حلو يستاهل ان احنا نصور فيه ويستاهل ان احنا نجيب لكم عروض منه. لان هو لازم لازم تيجوا وتزوروه ما فيهاش. لا احنا عندنا عرايس حلوين الحمد لله في اي وقت واي حد يعوز اي حاجه احنا تعالى بس تعالى تعالى انت على راسك. رايح فين لسه ما قلناش السعر.
صحيح. انت لازم تهرب في النقطه الحاسمه. لا يا ستي على راسي والله. اتفضل اللي انت عايزاه. الطقم ده والله احنا بنتكلم فيه في 16 و15 الكلام ده كله. بس ده لمتابعين القناه ده عامل 11700 جنيه. 11700. 11700. صالون باللي احنا عاملين نتكلم فيه معطره بس ايه ده تخانات كله على اعلى مستوى. بص تخانات الخشب الرجل بتاعته اصليه ده عامل 11700 جنيه. على فكره احنا خرجنا من نمط الذهبيات الواضحه. هي ممكن تكون موجوده في بعض الموديلات لان ليها زبونها وليها الناس ليها الناس اللي بتحبها. لكن انا قصدي ان احنا خرجنا من الالوان. احنا رحنا لحته اشيك حته ارقى حته في ناس بتحب الحاجه الهاديه تفكير مختلف يعني اتنقلنا نقله ثانيه خالص وفي نفس الوقت تناسب الناس الكبار اللي هم عايزين يجددوا بيوتهم بحاجه شكلها سيمبل وراقيه. في كل حضرتك اللي انت نفسك فيه موجود. انا بحاول انا اجمع كل الاذواق عندي. يعني لو عايزه الذهبي برضه موجود عندي، عايزه اللي هو الكلاسيك موجود عندي، عايزه المودرن موجود عندي، عايزه حاجه جامعه بين الاثنين برضه موجود عندي. اللي انت عايزاه موجود حضرتك. الله يخليك. انا عماله عيني بقى على عيني هتطلع عليها فين كانت في زيتونه موجود عليها بس ده مش زيتونه خالص. بص بجد مساحه الكرسي الله يخليك، مساحه الكرسي والراحه بتاعته تحس ان انتي مستريحه. لا يقعد عليه يقعد قاعده مستريحه. انا بيفرق معايا التفاصيل دي جدا ان انتي تاخدي قطعه تبقي قاعده فيها براحتك. ده اسمه عن طريق او صالون، لازم تبقى القاعده نفسها مريحه. لا كمان لو سمحت بالزبط. يعني لو جاني حد مليان شويه معلش مع احترامي للكل هقعده يعني على كرسي يقعد لي عليه كده. لا يقعد براحته ويقعد ومبسوط بجد ما شاء الله. بصوا الكنبه عامله ازاي ما شاء الله. بجد الكنبه ديت بصوا فيها اربع رجول في النص بحيث لو يقعد عليها اللي يقعد زي ما يقعد. انا ملاحظه ان هي كبيره يعني دي كنبه اربعه. الكنبتين اصلا مش صغيرين يعني دي كنبه اربعه ودي كنبه ثلاثه. طبيعي يقول لك الكنبه كبيره وكنبه صغيره. الكنبتين هنا تحس ان المقاس قريب من بعضه جدا. لا خلينا نقول ان دي كنبه ثلاثه ودي كنبه اربعه ماشي لان هي ما شاء الله تاخد اربعه واكتر من اربعه ما شاء الله. كبيره دي حاجه محترمه جدا وحاجه نظيفه جدا كبيره. هو خالف هنا الكنبه دي هي الوحيده اللي لونها مختلف شويه عن الكنبه والكرسيين دول. ده كل ده زي اللفه دي واللون هنا مشبح كده بالظبط حلو قوي. دي قماشه لسه جديده داخل فيها اللمعه تحس ان فيها نسبه لمعه بسيطه جدا. انتوا جايبين كل الجديد عندكم عشان تروشونا. الحمد لله بفضل ربنا يعني الله. مش عارف انتوا عايزين مننا، انتوا عايزيننا نخرج ولا في كل حاجه؟ لا احنا عايزين اللي يجي هنا يلاقي اللي هو على نفسه فيه. اللون ما شاء الله ده جنزاري مع لون الكشمير بالظبط مع الخدديات البيج الجوبلان يعني مع تفاصيل برضه المشجره الهاديه معاه. والترابيزه دي لها رخامه برضه برتغالي بتاعتها. ايوه بالظبط كده. النقطه الحاسمه النقطه الحاسمه الطقم ده بعد الخصم وكله ده ما بقاش قادر يقول قبل وبعد على فكره بقى يقول على طول من الاخر ده 10000 جنيه ما شاء الله حلو جدا. بص مساحتك انا عماله اتكلم في المساحه بتاخدي طقم انتري مودر بتاخدي صالون بسعر طقم انتري مودر. ده زان احمر روماني مش زان ابيض واي نجار يجي يبص عليه ويقلبه ويتفرج عليه ما شاء الله بجد يا بنات تحفه. طبعا الترابيزه دي لها رخامه برتغالي كمان. تمام. برده يا بنات لو عايزين تغيروا عايزين نفس الموديل بالوان ثانيه في ايديكم. جينا بقى يا بنات لشغل الفيلل. يعني بصوا تخيلوا كده الطقم ده بكل تفاصيله ما شاء الله بجد. يعني انا طبعا واخده البربونيه بتاعتي معايا. بصوا التفاصيل بتاعته وكل حاجه فيه حلوه، كل قطعه احلى من الثانيه. بصوا اتفرجوا معايا على الشغل ما شاء الله. ده طبعا للناس اللي بتحب بقى الشغل الذهبي، شغل الفيلل، شغل القصور، الشغل العالي. بالظبط. بصوا استاذ محمد بيوريكم التفاصيل كلها عشان لو حد مش واخد باله من حاجه هو بيوريكم. بص الفينش. بص ورق ده ورق ذهب كله. ده كل ده ورق ذهب. العالي ده كله ورق ذهب. ده مرشوش حاجه اسمها مجموعه زجاجيه. ده بيفضل زي ما هو كده ما يتفيش معاك مدى الحياه. تمام. ده حاجه محترمه جدا. هو لونين ذهب. لونين ذهب بياخد اللي هو لون الكاس وبعد كده ده الورق الذهب. تمام. من طبيعه الورق ده بياخد العالي بس ما ينفعش اعمل الطقم كله عشان ما يبقاش زاعق معايا. بنعمل العالي بتاعه بس. تمام. بصوا يا بنات الكنبه واخده رسمتين تحس ان هي مقسومه نصين. الشكل اللي هو ده عامل زي القلب تقريبا. جميله جدا. تمام. والشكل التاني ده واخد كابوتيني معاك اهو. تمام. والقعده هنا اللي هي الجوبلان. الجوبلان ما شاء الله تحفه. وده القماشه دي الفيردي. دي جميله جدا. تحفه يا بنات بجد حلو قوي. ده حاجه محترمه جدا. وبرده يعني احنا جايبين الشغل الذهبي وجايبين الدرجه البيج اللي مريحه عنينا. احنا مش عايزين اي حاجه. وبعدين الكشمير احنا ده الكشمير مع البيج جميل جدا. ده حاجه محترمه جدا. وبعدين دي كنبه اتنين اهي ودي كنبه ثلاثه وكل ده زان احمر ومر. ان شاء الله تحفه بجد. بصوا الكنبه الكبيره زيها الكنبه الصغيره زي الكنبه الكبيره بالظبط نفس بالزبط. الرسمه بس على مساحه اكبر والكرسيين ما شاء الله تحفه يا بنات والله. كرسي تهمه كرسي تهمه شيليه انت بس يعني بجد ما شاء الله تحفه جدا اهو. يعني الحمد لله شلته ما شاء الله تحفه. ما شاء الله يعني تفاصيله حلوه يا بنات. طيب بصوا كبيره
ترابيزه كبيره كبيره كده. كمان احنا بنقول بقى قصور وجلس، هو ما شاء الله يعني كبير. بصوا الترابيزه قد ايه، تعملي عليها عزومه. ترابيزه كبيره دي، كل ده زي ما شاء الله عامله زي بتاعتها. والرجل طبعا كل ما تشيل ده كل ما تلاقي الشغل ده مدوق قيمه برضو. كل ده زي كل ده زي ما شاء الله يا بنات، بجد تحفه حلوه قوي. مساحه الترابيزه كمان كانها سفره ما شاء الله. بالزبط. يعني بالزبط. رصي عليها واللي انت عايزاه حلو قوي. الطقم ده طقم محترم جدا، ده طقم فعلا طقم فيلا ده طقم يعني. فريش حاجه تشرف. ورق ذهب، الديزاين بتاعه جديد، حاجه ما فيش فيها كلام، نجاره محترمه جدا، حاجه تشرف. بصي هو الطقم ده والله احنا بنتكلم فيه في 23 و24 لان الطقم ده كله قيمه، وبعدين نوعيه الزان اللي موجود فيه من اعلى مستوى الزان. الطقم ده بعد الخصم لمتابعين القناه ده 17,500. انت قلت كام الاول؟ 23 و24 الف. انت برضه عامل في معارض بره، في ده لو في القاهره والكلام من ده هتسمع فيه 32. لا ولا بيتباع في مدينه نصر، بيتباع في اي اماكن، الاماكن الراقيه اللي احنا بنروح وبنخاف ندخل المحلات فيها هنسمعه برقم تاني خالص. بالزبط. كل الشغل اللي هنا مش الطقم ده بس، هنا بنعتمد على شغل التجار. يعني اصلا شغالين تجاري اكتر من الزبون. فهتاخدي حاجه يعني حاجه بسعر التاجر تمام، اللي هو هياكل فيها عيش، دي حاجه محترمه ونجاره وسعر برضه في نفس الوقت. تمام ما شاء الله. لسه الفيديو بتاعنا ما خلصش يا بنات، تابعونا لاخر الفيديو وانتوا بتتفرجوا ما تنسوش تعملوا لايك. في كمان يا بنات يعني انا مش عارفه اقول عليه ايه بصراحه من حلاوته، يعني انا مش عايزه اقول تعبير يخني. بصوا الشياكه، درجه اللون درجه بيج ملعلقه كده، عارفين انتوا الدرجه دي حلوه قوي قوي. ودرجه الخشب اللون بتاعه برده انا عارفه هتقولي شامبين. بالزبط. انا عارفه الدرجه الحلوه دي كل ما اقول عليها تقول لي شامبي، بس الشامبي ده مطفي مش لامع. يعني احنا اتعودنا في اوضه النوم ان الشامبي بيبقى لامع. تمام، ده مطفي عشان خاطر يبقى ناطق مع اللون ده. وبالطعم طبعا بورق ذهب بسيط جدا العالي، ما ينفعش ان انا اخلي ده كله مشغول ورق ده. بصوا الخدادية بتاعته، يعني احنا مش حاطين الوان، احنا واخدين من نفس الالوان اللي موجوده. بصوا الدقه في الاختيار جميله جدا، تحفه تحفه بجد. انا عشان كده مش عايزه تعبير يخني وانا بقول حاجه، لان هو فعلا حلو راقي جدا. كمان الخدادية كمان من الطاقه الكنبه نفسها. ما شاء الله الطقم كله ساده ما شاء الله. هي اللعب في الخدادية زي ما احنا شايفين، يعني لو حس الخدادية دي على الكرسي نفسه. بالظبط. بصوا يا بنات فقها طول الخدادية اهو، والله لا اجيبها. بصوا راسك يا محمد الفيلم ده اقول لك حلوة قوي جميلة قوي. جميلة جدا، اللون مريح جدا، اللون بتاعها، وبعدين قاعدة الكرسي مريحة، وبعدين النجارة ده كل ده زي. بعدين ترابيزتها دي نازلة جديدة، الرخامة متقسمة دي جديدة عن الباقيين. بالظبط، دي نازل عندي ترابيزات قطعة واحدة رخامة، ودي نازلة برضو متقسمة كذا قطعة، تدي شكل جمالي برضو معاك، وفي نفس الوقت حاجة جديدة مش نمطية. الكرسي هنا مختلف عن باقي الكراسي، ان هو تحسه واطي شويه. واطي شويه لان في ناس بتحبش الكرسي العالي. بس هو منسوب الكنبه، يعني لو منسوب العام. تمام. لا انا قصدي من تحت حتى الكنبة. يعني مفيش حاجه باينه تحتيه. حلو كده. عندك القيمه بتاعته مختلف، القيمه بتاعته ساقطه شويه، فتحس ان الرجل قصيره شويه. ايوه ما ده قصدي، يعني تحسه من تحت مفيش. في كراسي ما بيبقاش فيها القيمه دي، فتحس ان الرجل عاليه شويه ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم لون الخشب لايق مع لون القماش. بالزبط. ما تجيش تغيري لون قماش، هم عاملين الشغل الصح مع الفينش الصح مع كل حاجه، لان هو مستوى القعده كله ماشي مع بعض حضرتك. بالظبط. دي الخامه بتاعه اللي انا قلت عليها هناك درجتين. بالظبط. دي الخامه بتاعتها على لون تاني. الخامه دي حلوه قوي، ملفته جدا على فكره، موجوده متوفره كل الواناتها، وجايه مع بصوا يعني الجزء ده. بالظبط. مش اللي منقوش ده، الجزء ده جايه معاه جدا، يعني بجد اختياراتكم رهيبه. انا بقول لكم هاتوا النجار وتعالوا، بس يا جماعه اللي عايز يطلب اونلاين انا اضمن لكم المكان وعن ثقه وشغل بجد بجد انا اضمنه لكم. لو في زبون عجبه حاجه ومش متوفره حاليا بنجيبها له برده حتى. احنا فين يا بنات؟ احنا في طنان معرض ابناء احمدين، ارض المعارض، هتركبوا من عند مستشفى النيل وهتيجوا لغايه المعرض هنا. هتلاقوا الناس موجوده ما شاء الله، اللي انتوا عايزينه مش هيتاخروا عليكم فيه. هتلاقوا الشغل اللي احنا صورناه، مش جايبين شغل تاني، احنا اكيد مش هنشيل كل ده ونحط شغل تاني. الشغل لا انا بقول لكم انا اضمنه لكم الشغل عن ثقه. راجع عليه موجود. لا بجد رهيب. بس اي حاجه انت عايزاها ده شغلنا ومعرضنا وحاجتنا كلها. اللي هيجي بعربيه يا بنات هسيب لكم اللوكيشن في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت هتلاقوه ان شاء الله، وانا متابعه معاكم على طول، واللي ياخد حاجه يبعت لي ويقول لي رايه.